بارك الله فيك. بغيتي تجربي ادريس؟ يا خويا عندك علاقه معاه دي عام؟ اش بدات علاقه؟ عندي عام حنا انا وياه. دابا انت متلقاو عندك بنيته ياك؟ وعندو تا مطلق عندو وليداتو. عندو وليدات. الله يخليهم لكم، الله يكبرهم في عزكم. امين، بارك الله فيك. فرق السن بينك وبينو كبير؟ كبير بزاف. انت عندك 24 عام بجدا، وهو عنده 72 عام. 72 عام. واخا. كتحبيه؟ كيحبك؟ كيحبني. يعني من خلال المذكره ديالو داك الشيء انا ما نكذبش عليك ثقت فيه. واخا. ثقت باللي كيبغيني فعلا. كيف تلاقيتي مع مجدة؟ انا ما كنتش نعرفو، يعني تلاقى به من خلال العائله اللي عرفوني به. انا رفضت دوش عليك، يعني داك الوقيته انا رفضت، يعني انسان كبير عليا وانا باقا ما نكذبش عليك باقا صغيره، يعني ما قلت ما غاديش نتفاهموا انا وداك السيد. تلاقيتي معاه؟ يعني بقاو عليا هادي شديت انا النمره، تواصلت انا وياه، هضرنا انا وياه. يعني من خلال المذاكره ومن خلال هضر، انسان واعي مثقف. يعني ما نكذبش عليك، خلي القلب بزاف، ارتحت ليه. مزيان. دابا كتلاقاو مع برا؟ كتلاقاو وكتهضروا؟ كنتلاقاو وكنهضروا. واخا. علاش بغيتي تجربيها مجدة؟ علاش بغيتي تجربيها؟ بغيت نجربو، انا شكيت فيه عنده علاقه اخرى، يعني شكيت فيه بحال ما بقاش كيبغي لي، بحال ما اصلا بقى نقول مع راسي انا ربما يكون ما كيبغينيش بمره. واخا. يعني غير ندوز الوقيته ديالو وصافي. حسيتي بحال مدوز بيك الوقت؟ ها صافي ندوز بيا الوقت، يعني ها هو مالك كان عنده وما يخليكش تشوفي حياتك القدام، هو كيوعدك بشي وعد وداك الوعد انت ناشوف شحال معاه وداك الوعد ما وفاش به. يعني بقيت انا مطرده، ما انا نزيد ما انا نرجع، حياتي العمر غادي كيطلع. والمسائل اللي وقع لك معاه، المسائل اللي عشتي معاه انت بجدة، وان واحد النهار كنتي معاه واحد صاحبو عيط ليه وقال ليه جبت لك شي عروسه، وقال لي صيفط لي صاحبو قدام، قال لي صيفط لي تصويرته. صيفط له صورته وانا كنت صمت، كيتصنت هو الاوديو ما يحسبلوش انا نسمعو، وقال له هذه هي العروسه شوفها كيف زعما تنجاتك وهادو باش ما كان رد عليا. وكيبقى اونلاين معطل. كيبقى اونلاين معطل. يعني تما انا بقى يدخلني الشك، يعني ها هو يقول لك انا كنبغيك وانا باغاك تكوني ندير معاك مستقبل وانا 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 وانا. وكتجي كتواخر كتصيب بلي هذا الانسان ها هو كيقلب على راسو في جهه اخرى، انت ناوي عامل لك من موراي الدميمه وانا نعمل لك نصعل لك نطرد لك، هذا يكون دخلني الشك فيه ما نكذبش عليك. واخا لا واخا مجدة، نعيطوا لدريس نجربوا ثلاث شروط مهمه جدا في المشروم تيست. المشروم تيست هو تيست قد تكون بوزيتيف نيجاتيف، قد يعزك انت ما يعزكش انت، الى ما يعزكش انت غير بلاتي احسن دابا ومن بعد، وخاصك لا بد تهضري معاه في الاخر، تشرحي ليه علاش درتي ليه التيست، واي حاجه بتقولها ليه تقولها ليه. واخا مجدة صافي داكور، نعيطوا يلا. الو السلام عليكم. الو استاذ كيف لاباس عليك؟ صح لاباس الحمد لله. سيدي اشخبارك؟ لاباس عليك؟ لاباس الحمد لله، الله يبارك فيك. الحمد لله. سيدي نقدم لك راسي، معك فاتي من شركه ورود المغرب، حنا واحد الشركه مختصين في بيع الورود، ومره مره سيدي كندير واحد القرعه صغيره باش نعرفوا الناس اكثر بالمنتوج ديالنا، وهاد المره سيدي تعزلت نيميرو التليفون ديالك ومبروك عليك، راك ربحتي معنا بوكي د فلور، تقدر تهدي للخطيبه ديالك الحبيبه ولا الزوجه ديالك، يكفي تعطيني غير السميه ديالها المدينه ورقم التليفون حنا كنصيفطوا ليها حتى لعندها هاد البوكي د فلور لما تبغي تعطيه. شكرا. و انت فين تتواجدوا لالا؟ حنا سيدي المقر ديالنا كاين في الرباط، ولكن كنديروا ليفغيزون في المغرب كامل، في اي مدينه بغيتي سيدي يكفي تعطيني غير المعلومات ديالها وحنا كنتكلفوا بالباقي. انا في تيتوان. مرحبا سيدي، والسيده اللي باش تصيفط لها البوكيت فلوغ فين كاينه؟ في اي مدينه؟ كاينه في تيتوان نيت. شنو السميه ديالها؟ سميتها مجدة. مجدة، شنو تبغي تكتب لها مع هذا البوكيت فلوغ؟ شنو نكتب لها؟ نكتب لها فهمتي ولا لا؟ مستقبل زاهر والصحه والعافيه وطول العمر ان شاء الله. ان شاء الله بحول الله يا ربي امين ان شاء الله. سي ادريس. سي ادريس. نعم سيدي. سي ادريس معك مومو، واش عرفتيني؟ لا سي مومو. لا مرحبا سي ادريس، اخبارك؟ كي داير؟ صحه لاباس؟ اهلا اهلا بالاصل الطيب. الله يحفظك سي ادريس، الله يحفظك سي ادريس، مشرفين. لاباس عليك صحاب راه وراك انت عارف شحال نقول لك منشط وغزال وبشوش وضحوكي. بارك الله فيك سي ادريس، مشرفين. الحديث معك شياق. الله يحفظك يا سيدي، الله يحفظك يا سيدي. راك معنا في المشموم تيست، اوكي مجدة هي اللي عيطت لنا باش نعيطوا لك باش نجربوك، واش انت وفي وصادق؟ كنبغيك بزاف.
اسي ممو اسيدي كيخصك تجي عندي لتطوان نجي ان شاء الله على راس العين العزيز علي تطوان زعما تقومي زعما تواعد واعد شوف واعد وواعد والحر يدين عليه الله يحفظك السيد ريس بارك الله فيك مشرفين والله يكون بخير وبارك بالسعود راه بارك الله راه ما كيعجبش الحال فاش مرة صحابك كيصيفطوا لك يقول لك عندنا لك العروسه ما كيعجبش الحال كتغير اني بدراعها وما عندي ما نقول الله يسهل الامور الله يكمل لكم بالخير الله يكمل بالخير بقيتي على خاطرك يا مجده بارك الله فيك شكرا لا الله يكمل بالخير ديروا معنا الماش ممتاز 0 35 30 300 0 35 30 300